عزيز الهامري وصيراه كذلك وفرصة بن شريف يسدد الكرة. هدف التعادل، هدف التعادل من بن شريف، رجل خبرة آخر في الدوري المغربي يحقق نتيجة إيجابية ويسجل هدف التعادل عن طريق ضربة خطأ. هذا هو ضرب بن شريف في المواقف الصعبة، يسدد كرات قوية بعدما مرر في أكثر من مرة ولم تستغل، هذه المرة قرر التسديد وبالتالي سدد كرة كانت في شباك الحارس بستارة. هدف مقابل هدف. عزيز العامري قبل ترفيه ضربة الخطأ لم يهدأ له بال وترى و